النادي الاهلي هو بيبرم هذه الصفقات المحترمه اللي ازعجت ناس كتيره، دعمت صفوف الفريق، عمل تدعيم فني قوي جدا للفرقه، اضطر للاستغناء عن اللاعب المالي المدافع سليف كوليبالي. وهنا دي مساله حتميا لاسباب فنيه، انت ظروف المباريات فرضت عليك تدعيمات في مراكز معينه، ظروف القيد فرض عليك 4 اجانب، احتاجت تجيب حد زي جيرالدو، خف بالنسبه لك جونيور اجايو هو لعيب كبير مهم، فبالتالي ما باليد حيله ان انت تشكر هذا الرجل. زي ما الاهلي بيستقبل لاعبته الجداد بكل هذا الدفء وهذا الاحترام وهذه الفرحه وهذا الاحتضان، اللي كل واحد منكم لو سمعته محمود وحيد على محمد محمود او حسين الشحات او ياسر ابراهيم او اخرهم حمدي فتحي هتلاقي الكل بيقول حاجه واحده، ما حسيناش ان احنا جينا حاجه جديده، ما حسيناش ان دي تجربه جديده علينا، ما حسيناش بالغربه ابدا. كل اللعيبه استقبلتنا بحب وبترحاب في اوضه اللبس وجوه الملعب وداخل النادي. الاهلي في حفاظه على تقاليده اللي بتضايق الناس كان لازم يعمل اللقطه المحترمه دي، وكان لازم يحرص عليها. خلي بالك يعمل حفل تكريم لسليف كوليبالي وهو في اخر يوم له في النادي، الجهاز الفني كرمه. اتفضل يا باشمهندس. كان ممكن واحد في موقف سليف كوليبالي او اي لاعب في موقفه يخرج عنده احساس بالمراره. لكن اما يخرج وعنده احساس بالفخر وبالسعاده يعني يا ريتني كملت، فاهم ازاي؟ يعني الشعور ده لا يتولد الا نتيجه مشاعر صادقه جدا وجدها في النادي الاهلي وتقدير حقيقي وجدها سواء من الجماهير او من الاجهزه الفنيه او من اعضاء النادي. الراجل لعب 6 اشهر اخلص فيهم ووجد المقابل من التقدير والحب والتوقير. تكلم كوليبالي وشكر الاهلي وقال ان دي اسعد كانت فتره في مشواره مع كره القدم، والفتره رغم قصارها الا انه كان سعيد بيها جدا. وجه الشكر للجهاز الفني والجماهير النادي ولاداره النادي على تكريمه بهذا الشكل المحترم، وتمنى التوفيق لزمايله. قال كنت اتمنى ان انا استمر عشان احتفل معاهم بالبطولات واعتزل بعديها لكن يعني خلاص الجهاز الفني له رؤيه انا بحترمها، لكن هفضل دايما وابدا بحب الاهلي واحمل كل الانطباعات الطيبه عن مصر وعن النادي الاهلي. جمهور الاهلي ايضا في فيديو وجهه لسليف كوليبالي بيقولوا له شكرا. شكرا سليف، ثانك يو، ميرسي كوليبالي، ميرسي كوليبالي، وشكرا لك على الفتره اللي قضيتها معانا في الاهلي. ميرسي كوليبالي، وي ويل نيفر فورجيت يو، ابريشيت اول يور ايفورت، ويش يو اول ذا بيست بود. ميرسي سليف كوليبالي. كوليبالي ميرسي، ويش يو اول ذا بيست كوليبالي. ميرسي من ميرسي كوليبالي. ميرسي كوليبالي. ميرسي كوليبالي. بقدم علي معلول، علي معلول والراسية والهدف، جول جوا جول. الهدف اللي كان دايما على بالي كوليبالي مشاهدينا، النجم المالي يسجل الهدف الاول، هدف التقدم واول اهداف لك بقدم علولي، والاسم علي معلول، من النجم المالي النجم سليف كوليبالي يسجل. Thank you, Kulubali. It was a pleasure having you on our team, and best of luck. Merci pour le grand sourire. Thank you, Kulubali.
ثانكيو كولوبالي. ثانكيو كولوبالي. ميرسي كولوبالي. ميرسي كولوبالي. ثانكيو كولوبالي. ميرسي كولوبالي. ميرسي بوكو اي بون شان. Vous allez nous manquer. À bientôt Salif. Merci كولوبالي و good luck في اللي جاي ان شاء الله. Merci Salif pour vos efforts de vous. Non vous oublierez jamais. Bonne chance. All fans say thank you Kolobali. Kolobali, salut. On vous remercie pour tout ce que tu as donné. Et bonne chance pour la suite. Bye. Mille merci Salif pour ton effort avec nous. Bien sûr, c'est pas facile pour l'engageur, ton départ. Donc, c'est la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hi Salif. We really appreciate what you have done to our club. And we wish you all the best for your next step. Bonne chance, mon ami. See you. يعني يا أستاذ إبراهيم، الناس اللي بتيجي وبتخلص وبهدوء وما تفتعلش المشاكل، الناس اللي منوعية كولوبالي، الناس اللي منوعية جيلبرتو، ما أنا لسه جاي لك في الكلام، الناس اللي منوعية الكابتن صبر رحيل، يجب أن ودول بيعيشوا في القلب، ما عملش مشكلة واحدة وأخلص تماما، وفي كل مرة كان بينزل كان الراجل بيعمل اللي عليه وزيادة. نتمنى له التوفيق في خطواته المستقبليه مع نادي الاتحاد، لانه لعيب مميز وعلى خلق، واعتقد انها هتبقى صفقه يعني جيده لنادي الاتحاد.